صباح الخير البنات، صباح النور، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين كي دايرين مع الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا اختي. شوفوا بدلت هذيك البيضة، توسخات، درت هاد الكحيلة هادي، جاتني زويونة واخا هكاك. المهم بعض المرات الله إلا كنحس البنات بحال بطيح ليا، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. اختي صايب تكويز ديال اتاي، هذا البراد ديالي مسوس، وهذاك ديال ما غندير فيه سميتو ندير فيه النعناع وفليو، وخرجت جبت ليها المسمن، خاصة المسمن، مشيت جبت لها المسمن باش تفطر. غادي نحط دابا الطبيلة ديالي البنات، وعاد الكوزينة راه عرفتو كي كانت مع العيا ومع ما تنقدرش، عرفتي راه كانت مربجة تا لارض، ما عرفتوش الواليدة تدخل عليها الما ولا شنو، خصنا نضربها بشي تجفيفو لاني ما قدرتش. غادي نصايب غير الفطور ونمشي نرتاح واحد شويه. نور هان اللي تجفف ليا ما خارجه مسكينه حتى لجوج حتى لثلاثه، قل قسمين عاد خارجه عندهم الوقت المستمر، داك التوقيت المستمر، عاد تجي كتاكل شي حاجه وكتلحكا وكتجي عرقانه، لا هي لا نادا حتى نادا. والله الا غير عطيتها قلت لها هاكي بلا ما تجي، عندهم تقريبا واش شي نص ساعه ولا ديال الاستراحه، عقب عطيتها مازال نورها ما تخرجش، نادا تيخرجوهم حيت نادا كبار واخا هما في نفس المدرسه، عطيتها قلت لها هاكي خرجي من درك الجوع وخرجي كولي شي حاجه وتجي مع ثلاثه، وعاد هذيك الساعه تلقايني مصايبه لكم شي حاجه. ما عرفتش اش ندير ليهم الغدا، المهم نحطو بعدا كي الفطير ونرتاح انا شويه وعاد نشوفو. اما هاد الدرباج وهاد الجفاف والتخمال وداكشي ما قدرتش عليها البنات الصراحه، والله ما عرفت. المهم يدير الله خير، نتقوسو بعدا كي الفطور ونشرب الدواء ديالي ويدير الله. رحت للفرن محاضي يعني هبط هبط جاي ولدها يا اختي راه فرحانه، ما انا العمريه جالسه تعيطي. سربيه هبط سربيه هبط سربيه هبط اخويا، جا ولدها راه حادقه. لا انا ما تندير والو، راه لا قلت لي جا ولدها، جا ولدها ما قلت والو. وما قلت لك قلنا لك جيب جيب بعدا طالعه امي الفوق. فجيطه السلام متابعين، لاباس عليكم، واش اخباركم؟ الله يحفظكم يا ربي امين. انا جيت وجبت معايا القليله هادي، راه البنات بزاف كانوا كيكتبوا لي التعاليق، تيقول لي صباح ديري في الماء ديال الطين، لان الماء ديال الطين كيرجع لك الماء فيه الاكسجين، كيستافد منه الجسم. الماء ديال روبيني ولا ما تيستافدش منه الجسم، هذا تيبقى شحال من ساعه هنايا الماء تيولي تيبرد. وار غنجي لا انا ليك ما تعرض رحم قدام، غنجيب سميت غنطلع انا لبيتي، غنغسل ونطلع لبيتي، غنجيب البيدوزات ديال 5 لتر ونبقى نديرها. ماشي متابعين مزيان تقول لهم طلع لبيتي، وعلى انا تنجلس هنا انا راه تنقولها عافيه. لا امي راه تتخوي الماء، راه تتخوي الماء فيها، تتخوي الماء، تتخوي الماء انتما البنات. سبحان الله خويا يوش الحاجه فاش تحطيها امي انت الا ديري الماء تما تنديها واش حاجه انا تندي ما والو، غنحطها فوق الكرسي شربناها غنحطها امي فوق الكرسي باين عندي انا اصلا ديك فاش شربي خاطر جات لها وحده بلاتوخ ذاك اليوم. ايوا كويس بلاتوخ، ايوا انا لقيتيني يلاه طلعت، لقيتيني يلاه طلعت، والله يلاه عمرت لامي اتاي وطلعت من الفوق. ديت ليا الفريت وفكرتيني راه عليك ليا جداد على حساب الفريت، وراه قلتها لهم في هذاك الفيديو، قلت لهم اللي بغى الفريت من عند السي محمد راه تيدفعوا للقهاوي بثمن رخيص مقطع مقاد معاه. المتابعين ديالنا الله يجيب لك اخويا تيسير يا رب. واش حنا جينا بغرتاه ويجي حنا حنايا طرفي السي محمد خويا. شو راه دصرتني البارح، راه قلت ليها غتخرجي عليا على انا ما ناكلش الحمد لله اول واخر مره، وعرفتو غادي نتصرف بزاف هادشي ما غنياش ايوا راه تي اللي بقيتي خليتي فمك وكلتي ما بغاش يركب ليك. اسمعي لا راه غير الكبده ما درت لها حتى شي حاجه، غير الكبده بوحده وقالت لها قلت لها انت قولي انا شويت ليها وكليت واحد شويه وطلعت قلت لها غادي نحصل. قالت لي كول ولا خلي ولا قلت لها كول وخلي لولدك ياكل ولا يدي الدور ولا يدور واش غندير؟
واللي بغى رضاك الله الوالدين. والدة السلام عليكم. الله مشيت أويني ها مشيت تضحك 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 نادى يالله جات دابا جايبة لي خبر خير. ما مرة لقيت الفرفارات الصغار في مرجان ومشيو نشوفوهم، عكس كنقلب عليهم في بيب وما لقيتهمش. نشوف ليها الفرفارة حيت نادى اصلا هي كتسخف، راكم عارفين نادى المرض ديالها. قبيله قبيله دايره ليكرون ديال الشمس انا الصباح، ملي جاني صاد زاف صافي نقول على المود ليكرون بقات تنغسل وجهي شحال. عادي دي معاك ليكرون ديالك غنديرها راه توصل وجهي بزاف، غتبقى دير عليها. الله يا وليدي جاي من هنا يوم ركب واحد قدامه راه رائع. كنسمعت حتى تصن الليزر ديال تيسوق في الهند. والله لا ليله يا الله نظام اوروبي. هذاك اللي قلت لك اللي صيفط لك صيفط الفيديو لنادى في انستغرام، ياك تيك توك ولا انستغرام شنو هو داك الفيديو ديال شارع انت وزهرك؟ كشي وكلي انا شارع راني صيف انا انما كتب الله مولانا ومولانا ضحكني داك الفيديو. ايوا المهم خصني نمشيو نشوفوا الفرفارات. انا راه سخنت لسي محمد قطيبات، سخنت ليه هو يا سميتي، قلت ليه والله البنات ما هبطوا حيت اصلا ما كياكلوش، وطرفت ليه هو حقه. سخنت ليه دابا قسمتو ليهم، سخنت ليه وخليت العواطف والدراري تيدي ليهم حيت ما سخنوا. الله يا بني ياسين الان نشوفوا الغدا وعشيه، نحاول نديك عند الطبيب نادى مريضه. ايوا درت اللوبيا، راه درت اللوبيا كطيب. قلت لامي شوف معاك اللوبيا انا تحرك حتى نرجع نجيب نيت الماء في الكريمي في الماء. خديت واحد خابيه ندير فيها الماء، نمشيو اختي نجيبو الفرفاره نشوفوها كي دايره بالك. شوفوا هاد الفرفاره اللي فاتحه انا عليها نادا ما صغيره، ولكن واش ميكا ولا ديال بيمرا زوينه ديال مرجان ما عرفتهاش. مستاش مزيان قبل ما طاش عليا البنت وما كنتش دايره نضاري وكذا بغيت نضر ثاني قلت لها داكشي راك تنشوف كيفاش تخدم ولا تخدم شكل داير بحال شكل مرايه وكتحل. عرفت ديك المرايات كيكونوا مربيين. نشوفوا زوينه ولا لا. نورهان واش دا ترونسبور ولا لا؟ اختك غتكون جات للدار ترونسبورات ما كاينينش. واش خرجتي كانوا ترونسبورات لا لا؟ كانت شي عمر وباقي الناس داخلين باقي الناس تقرا كاين اللي باقي لي حتى الربعة بحال نبدا الغدا تبقى حتى الثلاثة ونص. دايره ليا نادى الماسك حتى ور يا ال عمر يزيد شنو اخر وما جالس الفوق نادى راه قدامي تشطح. ديري بيدك ها ديريها. زيد زيد هكاك نبغيك هك هك اختي سيري هكاك نبغيك تمسقي ليا مع راسك. لا تدرب على انا 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 تجمعي في بيتها انا اغنيه انا اغنيه ندير مع الطوموبيله دي. ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله كل شيء قريب عند الله سبحانه وتعالى. اغنيه مناسبه للطوموبيله وانت جات عندي دابا الفوق حيت كيف ما كنتش عارف انا ما غنسري طوموبيل باش داكشي تاع الكاسيطه ان شاء الله كونيكتي باغ لو تيليفون داكشي ان شاء الله يا بلوتوث
ان شاء الله يا رب. يلا اختي سيري ديري كاسكك وكملي احلامك. ماشي احلام دورا بلان. ان شاء الله يا رب كك نبغيك. اش كدير نهار هان؟ تكي تتفرج. ايوا اش نقول لكم انا جلس دابا قعدت في شي شغالات هنايا الفوق وعاد نهبط لتحت. المهم البنات هانتوما شوفوا يا اختي ها هي الخابيه ديالي تليلي جات ديالي تبرات ليلي حطيتها هنايا كيف ما كتشوفوا تجي صغيره بحال هكا ها هي هادي. راه بزاف منكم اللي بقيتو كتوصيو فيا وتعاودوا صباح شري شري لك خابيه ديال الطين على حساب ان الطين تيقولوا بانه الطين كيخلي الماء كيكون غني بالاكسجين وكيستافد منه الجسم اكثر من الحوايج الاخرين. فانا خديت الماء يعني المياه المعدنيه اللي كتباع خديت البيدو ديال 5 ايترو ما بقيتش كناخذ يعني القراعي ديال ايترو خديت البيدو ديال 5 ايترو وعمرته هنايا هذه طلعتها غسلتها ودرت ليها الكريسي وراه قريب يسالي شتو راه شو تبارك الله راه من البارح اليوم ها نتوما شربوا منها البنات تبارك الله. وهذا هو الكويز ديالها وراه الما شتو معمرين نيت البنات تتلقوا الروبيني تيحلوه مع تسالى الماء خصني نخرج نجيب عاوتاني ولا نهبطها لتحت نشوف واش باقي ولا لا. شفت انا عاخد ديال 5 لتر عمر لي هادو بقى شايط من واحد شوي تبارك الله ما شاء الله البنات شربوه من البارح اليوم يعني كل شيء عجبات الخابية واقيلا غنشري خابية الوحدة كل وحدة في بيتها. والله إلا تليلي جالة واعرة والما ديالو زويون. وانا هنايا هانتوما البنات راه معمرين حتى هنايا هذا فيه القطران وهذا كيف ما كتشوفوا بلا قطران ولكن هذا كتجي فيه واحد الريحة زويونة مع تتشربي مع تجي فيه واحد الريحة زويونة. ودابا حيت انا عندي البيت بارد والله الا الماء لا بارد لا بحال لا عندك الثلاجه والحمد لله اللهم لك الحمد. المهم انا درت كلامكم وخديت الخابيه اختي وقاديتها وعاودت هنايا. يلا كويدات ديالي تهلاو ليا فراسكم بسلامه عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.